الهجوم اللي حصل على اللاعب التونسي حمزة المسلوسي، طبعا قام في اعتذار على الصفحة على فيسبوك والناس كلها كانت مستاءة جدا مع انها لقطة عفوية. طيب هو انا مطالب مني ان انا لو عملت كومبليمون وجاملت صديقي او زميلي عشان انا فرحان وعندي حماس، احنا وصلنا لهذه المرحلة من الاستياء ان انا اشجع النادي اللي انا انتمي له او البيت اللي انا انتمي له او المصلحة اللي انا بشتغل فيها. لا بالعكس، ده شيء حلو ايجابي، ودائما احنا بندور على الايجابية اللي ترفع من معنويات كل فرد داخل العيلة المصرية او العربية. عشان كده معانا كابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، اهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة مروة، وأهلا وسهلا بكل السادة الأفاضل المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك كابتن تامر، وعايزة أسألك بس يعني رؤيتك كانت إزاي لاحتفال شيكابالا والمسلوسي؟ عادي، يعني إيه اللي حصل مش عاجبك أو إيه اللي حصل مش عاجب الناس؟ لا هو انا لو حضرتك كنت متابعني انا قلت ده شيء ايجابي ان انا احفز او اشجع زميلي في الشغل او في اي كيان، فاحنا مع الايجابيه دي، ولكن في استياء على السوشيال ميديا عايز اعرف وجهة نظرك فيها ايه. عايز اعرف وجهة نظر الناس لما شافوا لعيب بيضرب لعيب بالقلم وبياخد 20,000 جنيه غرامة وماتشين ايقاف. عايز اعرف وجهة نظر الناس في لعيب تلفظ بسب لل يعني لمقدسات وبرضه نفس الكلام. لا هو عايز حضرتك اعرف حضرتك حضرتك سوري بقطعك، هو احنا محتاجين اجابه مش محتاجين سؤال، عشان حضرتك لا ليك لا، ما باع احنا دي طويل يا الإجابة، فندم في الكوره المصريه والناس محتاجه تسمع ارائكم. هذه الإجابة، ما هو السؤال هنا هو ده الإجابة، اللي هو إيه؟ اللي هو إن إحنا النهارده فتحنا الباب لتجاوزات كتير موجودة في كرة القدم المصرية، تمام؟ إن الأخطاء الجسيمة لا تقابل احنا قدامنا بنفس الصورة كمان الجذابة على بتاعت الشاشة، أفندم؟ بقول لحضرتك قدامنا الصورة اللي ضايقت كتير من الشعب على الشاشة يا فندم. وانا في العربيه فمش شايف يعني، ومش شايف اللي بيعرض ايه مع حضراتكم، فلذلك بقول لك ان احنا النهارده لابد ان يبقى في العقاب او الجزاء على اي فعل يبقى متناسب معاه. ما ينفعش النهارده اي فعل جسيم يقابل بعقاب مش على مستوى، معناها كده ان احنا بنفتح الباب لتجاوزات كتير. طبعا نحن نرفض تماما اي فعل مش مظبوط لدينا ولا اخلاقنا ولا سلوكياتنا تسمح بان اي حد يتجاوز. رؤيتك للأندية المصرية في الوقت الحالي ازاي؟ والتغييرات اللي بتحصل والانتخابات وكده. يعني انا شايف ان المنتج المصري في الكوره لازم يتحسن اكتر من كده بكتير. احنا عندنا دوريات حوالينا سبقتنا بمراحل، وعندنا مثلا الدوري السعودي سبقنا بما يعني بسنوات ضوئيه، يعني عشان النهارده نوصل للميزانيات اللي موجوده، علشان نوصل للشكل، عشان نوصل للكلام ده كله احنا محتاجين نشتغل. عندنا المقومات طبعا، عندنا الادوات طبعا، انما لازم الرؤيه تختلف، لازم الاداره نفسها بتاعت كره القدم او الفكر نفسه بتاع كره القدم واداره المسابقات في مصر يختلف. طبعا رابطه الانديه يعني الناس من يوم نجوم لغايه النهارده بيأدوا الحقيقه، يعني بيأدوا دورهم، ويمكن ناقلين المسابقه للافضل للاحسن، انما هم لوحدهم مش هيقدروا يعملوا حاجه. يعني لو اتحاد الكوره نفسه ما قدرش، الانديه نفسها ما قدرتش، النهارده لازم يحصل فيه عدل، لازم يحصل فيه مساواه، ما تبقاش الانديه الكبيره هي اللي بتتحكم في القرارات المصريه في اتحاد الكوره. الكلام ده كله هيفرق كتير قوي في شكل المسابقه، هيفرق كتير في التسويق بتاعها، هيفرق كتير كمان في يعني مستوى الكوره كمان في مصر. واديكي شايفه يعني المنتخب بيعاني،
ولكن من احنا ايه عندنا لضعف كوادر، المنتخب. عندنا كوادر في الكرة المصرية تستحق ان هي بجد يتصرف عليها. طبعا عندنا الادوات كمان، عندنا الكوادر وعندنا الادوات وعندنا كل العوامل اللي تأهلنا ان احنا نبقى نرجع تاني ان احنا نبقى يعني من رواد في الكوره وفي الرياضه في المنطقه كلها. كابتن تامر، التقصير منين بعيدا عن المادة او الكيانات الداخلية للأندية او كده، التقصير منين؟ التقصير تاريخي. تاريخي؟ تقصير تاريخي، طبعا يعني ما اقدرش اقول ان هو جاي النهارده، ابقى انا ظالم. ما اقدرش ارميه على الاتحاد اللي موجود، هبقى اكثر ظلما. التقصير جاي بقاله سنوات كتيره، بيتراكم سنه ورا سنه سنه ورا سنه. الانظمه اللي اتحطت ما كانش فيها عدل يا استاذه مار. الانظمه اللي اتحطت خلت القوي يزداد قوه والغني يزداد غنى طيب والضعيف كابتن تامر يزداد عبد ضعف. الحميد، لو حضرتك قاعد مع نفسك وبتفكر في الكرة المصرية ده من زمان زي ما حضرتك بتقول، ايه أول نقطة نبدأ بيها عشان نغير نتقدم؟ أول نقطة أنا لازم أبتدي بيها إن الأندية الشعبية أحافظ لها على الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي بتاعها، أفكر إزاي الأندية دي ما تمدش إيدها للدولة، ما تمدش إيدها للحكومة، الحكومة ما تصرفش عليها، إزاي الميزانيات بتاعتها تقدر إن هي تغطي التكاليف على الأقل بتاعتها بتاعت المسابقة. إنما أنا ما أديش أندية ميزانيات مفتوحة في لأن الموارد بتاعتها مفتوحة في مقابل إن بعض الأندية الشعبية مش لاقية حتى المرتبات أقل القليل إن هي تمشي بيه. اتكلمنا كتير قبل كده عن الأقاليم وإن فيها كفاءات قروية بأعداد لا حصر لها وكوادر كتير مهمة يعني. النهارده أنا عندي بند، أنا عندي بند موجود في الـ 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 القانون إن هو بيحتم على كل الأندية اللي بتشترك في على الأقل مسابقة الدوري الممتاز يا أستاذة مروة إن هي تقدم الميزانية بتاعتها كل سنة. يعني النهارده انا نادي مثلا سين، ميزانيتي السنه دي في الكوره هتبقى مثلا 100 مليون، يبقى خلاص انا النهارده حجم التعاقدات بتاعتي ما ينفعش ابدا ان هو يتخطى ال 100 مليون. لو تخطى ال 100 مليون يبقى ده لعب غير نظيف ماليا، يعني يخش كده تحت بند ان ده لعب غير نظيف ماليا، في علامه استفهام خلاص كده. هيؤدي لايه الكلام ده؟ هيؤدي النهارده ان الانديه الثانيه هتلاقي نفسها مكان، انما صحيح. انا النهارده الميزانيات مفتوحه في التعاقدات مع اللعيبه، لو انا حاطط النهارده في الميزانيه بتاعت التعاقد بتاعي السنه دي ومقدمها للاتحاد او مقدمها للجهه اللي بتنظم البطوله ان انا هتعاقد في حدود 100 مليون، ال 100 مليون دول انا ممكن احطهم في لعيب واحد بس وممكن اكتر من كده. بنشوف صفقات موجوده الانديه الكبار بدون ذكر اسماء، يعني اقول لك ايه، يعني بيلبسوا في الحيط، صحيح، يعني بيلبسوا في الحيط في ارقام، صحيح، واحنا دايمين لراي حضرتك 140 و150 مليون جنيه في لعيبه ما بتجيبش كرتين في العارضة ولا جول اوف سايد حتى. صحيح، وبنشوف جدل كتير في الكره المصريه. كابتن تامر عبد الحميد بشكرك جدا جدا، شرفتنا في موضوع عائلي. هرجع تاني للقطة اللي كابتن تامر قال ان هو ما شافهاش ولكنها كانت منتشرة على السوشيال ميديا بشكل كبير، كان في مستائين وكان في ناس سعيدة وبتقول عادي ان انا اشجع زميلي، وانا كمان اتفق على هذا، ولكن هو فعلا تحت بند العفوية هنقول ان المسلوسي عمل كده وتحسب له وليس ضده.